مع اقتراب غروب الشمس تنشط الحركة في مقاهي المدينة، فالقهوة ظلت ولا تزال رفيقة ساعات الإفطار الأولى لدى الكثيرين. في رمضان العمل يتواصل حتى ساعات الليل المتأخرة. رمضان برنامج عملنا نفتحه لدى المغرب، ديما لدى المغرب قبل بساعتين ساعة ونص يجوا الشباب قبل عملية تحضير يحضروا نفتحه نبدأ نستقبله في الزباين. عندنا عصائر وعندنا أمور للصفرة اللي بيها في رمضان تبيها، وفي اللي ياخذ في قهوته بدري الاماكن البعيده مثل السمن والزيغن وهذيهم ياخذوا في قهوتهم يروحوا لبلادهم، ومستمرين حتى في اذان المغرب فاتحين ونفطر والشباب يفطروا في القهوه والحمد لله. ناخذ من عند ما ينتهي السوق طبعا، ممكن الساعه الايام الاخيره نوصل حتى عند الساعه 3 الليل فاتحين الايام الاخيره في رمضان، لان السوق متحرك والحركه متحركه. الايام الاولى مدينه مع الساعه 12:30 الواحد يمسك. اعداد القهوه يبدا هنا من هذه المطاحن التي تعد أصنافا متنوعة منها، فسكان المدينة باتوا أكثر اطلاعا على أنواع جديدة من القهوة، وصارت المطاحن تسعى لتوفير مختلف دوما خاصة خلال شهر رمضان. والله رمضان إن شاء الله نديره في خلطات معينة للزباين عربا، طبعا عليه حسب رغبة الزبون، في اللي يبيع فاتحة، في اللي يبيع غامقة، في اللي يبيع وسط، وكل واحد عليه حسب رغبته، لأن القهوة ذوق عرفت، ما تقدرش تحكم على الناس كلها شن تشرب، طبعا عليه طلب الزبون شن يبي وشن ما يبي عرفت. يحرص عشاق القهوة على تجهيزها والاستعداد لتناولها عند أول إفطارهم، ولعل اختلاف أنواعها وتوفرها في أنماط مختلفة يتيح أمامهم الكثير من الخيارات لتمضية شغفهم بالقهوة في رمضان. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي سبها.